دمان والدينتا مرت شرفك المعلمينتا مامولك المسجدك إدارة إقرأ نحادكو صوت ويننا ما أنت أو أه أن أدب الدقينا حفلة ديني أن قوسو قتميني برنامج كي سمرك إنو سعودي سدح دي بلوت برنامج كي سمرك إنو سعودي إنتو سعودي إن بروغرامي آد أفر بضن أي عرور تقاتين وحان حوق ساري إن سمر كان أو سمرده وكبدلين هاي إن هنقادة يو معهد أو أرضي لغو برايو مواد إسلامية إن هنقادة لفلا ياجري معهد كان لفلا ياجري وارقو كومو ديرانا يو ما دام وقت بضن ونقتغي برنامج كينا يان فرون دونا وحا ما أنت أن أويماني هل كان وحا إنو ففري دونا أرضي كرتسان أرضي دا إن معهد كا إن زكريا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everyone to the closing ceremony of the Summer Ma'ad of 2021 at Darul Uloom. This summer we were blessed enough to seek knowledge of our religion. We touched on topics in fiqh such as dahara, purification, as well as salah and adab, good manners. We went to the Ma'ad 3 days a week. We studied hard for the quizzes and exams. So today, we are here to celebrate the completion of the summer Ma'ad, as well as the hard work of my fellow classmates. We are also honored to have Sheikh Waleed Idris Al-Manisi, our beloved Sheikh, join us for this beautiful ceremony. Thank you everyone for being here with us today. And with that, let's begin the ceremony. We shall start off with some Quran from our dear brother, Ahmed Burhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير القرآن كنو أخري إلهي سبحانه وتعالى أجر يا حسنات على سوكوبي كرين الله كسيو أنا كوي كوا نقاطو الله ينقديكو إن شاء الله تعالى إن هاتن وحاسيتوس إن أغفر مي برقرام كي مانت أن أوي ماني وبرقرام كي أن كسو قبقبينيني برنامج كي سمر كأه سدع ذا بلود إنه سعودي إن أنتو برنامج كسعودي إن أرديدا إن لبقي بأي هاين إن قيمنا هنجادا يدقناين قيمنا معاد كا يدقناين إن وحي أرديدا أي برتين أنتو معاد كسعودي أما برنامج كأو سعودي إن شاء الله تعالى هل كان أيامان تقصو بدي قدونا أرديدا إن قيبيه مركا عنك جارني إن أرديدا وحي صو بدي قدونا ما أهان أنت ير أتا هل كان يقصو بدي قايم دو ما أهان أنت برتين أنت إنك بدن أي برتين؟ تر. ولماذا والدين تا معلمين تا حبلها أرضي ذا لماذا قيود فوتشر تا وقيود ما حد كأيوه قيود تا كلا وصبر برقرامك مرتدى كلا وشرفت له وشوك تا مركو بعد وحان ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعد وحان يكسر دوينا يا دار علوم إسلامي سنتر أنا وكيل كبورك أنتي سكلو أمر عودة كوه الله هي يعني مر عيا جارك كوه ليني. إن حفلة ده نسيت أقرص على بدن لوس أجاسمي. هي فلور كان وناكسن يهول كان ما هن واحد إسكي يمد أو الله إسك إن أمين إسك هذا شيء ما هن وأرنتي وأشغل لقبتي أو دبت هذا له مركي لقبينه هي أو بدن هذا إلهي سبحانه وتعالى مسان حسنات كوجود ردتك كسر شقيه. إني صورتك شبرك أقوه رسمياشان فريسان لهين إن لهلو ما دونا هيو إن أن هذا الكبديو أو أن هذا الكوبديو تدك إيقادن بيو إيقانا مدن الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجا حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى محبته وبر والديك والتقعهما تفز وصل أيا بني الرحيما بجل كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفضنا حليما وذا أناة وحياء وارفقي وكن أمينا وتواضع واستقي تحلى بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان إن مع المصعب مرنوا معلمين تا دكسيغا مرنوا أرضيدا إن وحونو أخينا وحي هذه منظومة أحسن الخلق أخلاق وكهالليسو إن sida waalidka lagu baari falo dabeecadda wanaagsan dhaqanka wanaagsan dadka si loo macaamilo dadka waaweyn dadka ka yar si loo macaamilo khaasatan waalidinta kaliya ayadoo matni ama carabi ahaan meesan u baranin ardayda macna ahaanna way faahfaahsan yihiin
إن امتحاننا بيكون قاتين إن وين حفظين وحان كوحي جنايا إن كلمة كلا أو أرديدا كترسن أو لكشر نوسو جيدين دونا أو كسابسن إن برشاد علمي إي علمي رادين تيسا فضلي إلا هذا هاي يو أردي كستا أما قف كستا علمي رادين هايو حلو علم ورادنا أجرك وكسعه لأنه وحي معنى كتهاي إن أرضي اللي جعلي سي إماشها دكسجة إيو وعبرشة الدينته ولا فهنسي أي أرضي ذا أنت دين ترادنا يان أما دكسجة هذا يان حلقة قوي يبرفك إنه الله سبحانه وتعالى أكتس أجر إكهلا يان سي عروت اللي جعلي سي الدينته أي كم تهاي إن منظومين كان نوعا لبره سي أن إيدو الإبل أنا عروت أجعل الدينته أيه نتذكر هو جاميان جمال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، my respected brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make easy for him the path to Jannah. Allah سبحانه وتعالى generously informs us the path to Jannah can be gained by seeking knowledge. This knowledge is none other than the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and is a gift from him to those who are sincere in his path. From the things that every Muslim needs to safeguard and learn is that which revolves around his worship, such as prayer, wudu, fasting, and more. This way, they're able to worship Allah in the way he ordered them to. However, many people prioritize knowledge of this world over knowledge of the deen. What some of us fail to realize is that knowledge of the dunya won't be of any benefit to us on the Day of Judgment. And Allah subhanahu wa ta'ala promises in the Quran, يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah will raise those who believe and those who are given knowledge and rank. Those who are given knowledge are part of those who believe, but Allah separated the two to show that one with knowledge is higher ranked, is higher in rank than the normal believer. My dear brothers and sisters, let's work towards forming a bond with Allah subhanahu wa ta'ala by seeking knowledge of his religion. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase our beneficial knowledge and to unite us to Jannah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And sidan hore u sheegney in ama u sheegay in inta caruurta ay baraneysay waxa way in wadanka joogna iyo xaaladaha joogna ka fiiriso وعافي عن إن عرورتا إن دينتا لجع ليسيو أو أيه كسكوضة أما دوكسيدة أما معاهدة أيكو آذان أو لوجع ليسيو حق دينيا هذا نكان أمانتا أكتنا تاقنا وحيالا وآخرنا وحكمد هذي إن علمي لبرنا أيو إلهي سبحانه وتعالى أكتس أجر لوغ هلايو إن هاتن وحان كسو إن أودي بايا إن والدنا شيخنا الدكتور وليد إدريس المنيسي فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأمسية المباركة استمعنا إلى آيات كريمة من آخر سورة النحل، فيها الوصية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأوصى الله تعالى بها جميع هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وبين سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أحسن القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تشمل
الوعظ والنصيحة ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام ودعوة المسلمين إلى التمسك بدينهم، وتشمل تعليم العلم النافع للكبار والصغار. فكل ما يقام في هذا المركز المبارك، مركز دار العلوم، من أنشطة مباركة كلها داخلة في امتثال هذا الأمر القرآني الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة، فيسلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أحسن الطرائق التي توصله إلى مقصوده وغايته. وفي ختام الآيات في سورة النحل فيها بيان معية الله سبحانه وتعالى للمتقين والمحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقون الله سبحانه وتعالى معهم، والمحسنون الله سبحانه وتعالى معهم. والمعية هنا هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، فالله سبحانه وتعالى مع المتقين ومع المحسنين بحفظه ورعايته ونصره وتأييده لهم سبحانه وتعالى. والمتقون هم الذين فعلوا ما أمر الله به وتركوا ما نهى الله تعالى عنه خوفا من الله تعالى ورجاء لثوابه وفضله. والمحسنون، الإحسان يأتي بمعنى إتقان العبادة وأدائها على الوجه الأكمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I'm going to be talking about the importance of time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. The feet of the son of Adam shall not move before his Lord on the day of judgment until he is asked about five things: about his life and what he did with it, about his youth and what he wore it out in, about his wealth and how he earned it, and what he spent it upon, and what he did with what he knew. Your youth is a very valuable time in your life. It's a time where Allah has blessed you with strength, growth, and intelligence. One should take advantage of this time to do good things such as voluntarily fast, praying tahajjud, giving zakah, working hard, and seeking knowledge. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيِّ النَّاسِ خَيْرٍ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلَهُ قَالَ فَأَيِّ النَّاسِ شَرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلَهُ. O Messenger of Allah, which of the people is the best? He said, he whose life is long and his deeds are good. Then the man replied with, then who is the worst of the people? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he whose life is long and his deeds are bad. Allah gives time differently to everyone. Some people die young, some people die old. But what matters isn't the time itself, it's what we do within that time that matters. One of the tricks of shaitan is that he doesn't tell you not to do a good deed. He tells you that you could do it later, you could do it tomorrow. Same as for repenting from a sin. He deludes them into thinking that they have so much time in their hands, but in reality, Allah never promised them that, and their deaths are in the hands of Allah. حتى دقن أهانتو إنو عنوغو دادكيسي أمديس إنتان لأقمال إسكوغو إمادان وحا أمقلا يوحو قادان يسورة مسكح ديسا كوهرسا كوين بضان وآدي آد عجيبو مركا حفلدا سانو كلا مركا يجران إن دمان واردكو إكسو وضا قيب قلان أو لإسي سور راعو وواح ماشي كوجيرو وحا أمكالي وهو نغمقان قلبتان أمالين إيا أي يوين بضان إيا أووين ماركو وإن وضياش لسوكح يو لا اسكلا وضع قيب قاتو
نين حنون سنبا ليلو آدو لديديو يا وحال ليلي محاكو هايو وحوير وحاي هايو وحنا واد أراكتان وحينا أراكنا وكبديين هذا قلبته وحي لصوبان ديقاي أو سمركا أي معلمين تجوه ديقاي بحيين وحنا واد أراكتان وحنا وايدين لنبينيين وحكا لأوقر صوننا ويجران وحال يري نيكو أردك بدنابا هويدي وحال يري ويلك هذا أرد بدنا مركا وحي تري كي مركو إيقا عار رئيس وقبان جرا وقرق إيجوه أرداد إنتا وح آخر يصي إنتا أوكالي إن وحلا بري ماهن إنتا نان آخرينين وآد وبرطي وكو إنتفاع ضيبا كبادان وفرده مركا أردي كستو أو وح آخرين ينبيد آنا وح آخرينين بآد بأرداد أمهات سيهين وشرف بادان بيليهين رنتي وحا هدفك أوياهي وحان سند كان أردي أنكو بريني أردي إن آن أميادا أنكسرنو هكادا آن برنو مركا أغوه الرئيسو een cunuga waxaan isdayahay laba shay marka hore handi la baro wadadi tariiqi waa loo falay een marka ugu horeeyso qofka uu saxba u qoonin wuxuu ka dhigan yahay qof indhala oo kale uu ka dhigan yahay qofka markuu indhala yahay oo uu doonayo in la socdo laba mid buu ku socdaa in gacanta la qabto wadada lagu hago iyo in uu loo dhiibo oo carada inba kama jirin wadada uu ku taabto een cunuga markuu safarta u qoonin ama uu san quraankii qaabku u akhrin lahaa isan u fadhiin wuxuu la mid yahay qof in dhoolo ho kale yuu la mid yahay koow cunuga taa inaan ka saarno umiyada cunuga aan gaarsiin inuu waxna akhrin karo waxna uu qori karo buug manhaj ahaan u dooranay oo Soomaalida Mareykanka markay saa u fiiriyeen buugi kalarkiisii green book bay u bixiyeen dadkii waaweynaana way kari waayeen markaas waxay yiraahdeen laba green ba jirto baal green card la yiraahdo oo dadku markay wadanka soo galaan la siiyo iyo green kana green book bay dhahayn markaas ay odayaashu waxay ku leeyihiin war cunugii green card kama nafta ku dhibay war anaga green card dadka ma barno markaas ay macallimiinta markii dambe way fahmeen waxay ku leeyihiin green book iyo kowda green card ka marka in cunuga looga saaro oo cunuga uu isku filnaan uu gaaro ka dambana cunuga la baro qiraa'a saxiixa la baro sida uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ba quraanka u soo dejiyay waratilil quraana tartiilan uu yiri quraan saxan cunugii la baro subaxii waad aragteen dugsiga markaan soo galno waaridka inta imaado oo gudaha soo gashay way yaqaanaan ama caruurtoodii waa ka maqashay adkaartan ku bilownaa manduumadii hadda la akhriyay manduumada akhlaaq waxa ka mid ahayd xifdi adkaarta adkaaru sabax wal masa oo baro oo akhlaaqiyaadkii iyo wanaagii ku jirtay subaxii cunuga markuu soo istaago adkaartaas aan ku bilownaa labo hadaf baan ka leenahay oo cunuga inaan ku baraarujino oo cunuga asagoo indhaha isku haysto oo hurdo ka soo kacay cunuga dhiigiisa inuu kaco oo aan ku baraarujino hadaf waa ka leenahay oo midka hurdada kaga kicino cumar ibn khataab oo quraanka kor u akhrinaya salaatul layl tukanayo iyo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri war cumarow quraanka maxaad codkaadu dheerar badan ama hoos u yar dhigtay kaas yiri nabiga ilaahay laba hadaf baan ka leeyahay midka hurdoonayo oo lulmoonayo inaan kiciyaan rabaa oo hurdadu ku celin salaatul laylka uu kacaan rabaa waadrudu shaytaan shaytaankan waa bursanayaa buu yiri أبو بكر أنا وحالي رضو عطك هذا هوس ما حد يقولي تماكر وير قادد وعير وحن دون يا بدكي أن لم ناجوني عطك يجوا جاري مرك أنا هو هدف كان كلا أنا وحياة الشيطان كان أبو رسلنا عنو جين ده يسقى يستنى أمبرا روجينو عنو جي حقا يرك كل الله سبحانه كفاية بات كل فتان عنو جي أذكرته كفاية بيوتا أو كل فتاي أو برا روكسن يا جلاس كي جلايو شيطان كان يسكحف دي أو هذا ركتن أذكرته قيمة بدن وأن قادنا حتى وحكم إذا منظومة دي إن عرضنا يحفدسي إنه أهدي يا إلهي يا إلهي يا إلهي ولي برامج كيني جبجبدي أيان مرينا حاليا وإنا سوي ديني سان لبضان أرضي هل كان فريسوا محي لبضان قبل هل كان فريسوا محي تا أنا إذاك جواب أيو حرمنا أرضي ذا وحي برتين إن أي أن أرجنو أو أن كديجنو إتوس تفسي شيخنا ورقدها أيو هستا منظومه ارددي اخنايين اد او دنبيساي اما معادكا انتو سوده اي كوبرتين ايا شيخ ايا كو امتحان دونا قف كستنا ان ميل بو شيخ ويدين دونا كديبنا اردي او اخرين دونا ارديدان ان افرتا اردغي غولستنا ان شاء الله تعالى وحبو لهان دونا والمرين او حفظ كاس كو غولستو ان شيخ ادور سؤال ويدين دونا كديبنا انغنا انتنا فديسو وحان وضعنا هاي مرقاتيال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول فريق البنات.
المتسابقة سليقة شري. اقرأي من قول الناظم: وحسن ظن وتوكل رجاء. خمسة أبيات إن شاء الله. فايف بيت إن شاء الله. وحسن ظن وتوكل رجاء، حب وتوحيد ومن خاف نجا، وقر نبيه وقر نبيه وعدم سنته، قدم على كل الورى محبته، وبر والديك ولتذعهما، تفز وسل يا بني الرحمة، بجل كبيرا وارحم الصغيرا، وساعد الضعيف والفقيرا، وكن شجاعا صابرا كريما، وشاكرا وفضلا حليما. بارك الله فيك. طيب السؤال، ما شاء الله، الله يحفظك. السؤال فرحية شري، اقرأي من قوله: وراعي آداب بيوت الناس. وراعي آداب بيوت الناس، كاض ظرف وكل استئناس، واكرم الضيف وكن مبتسما، انصر أخاك آثرًا المسلما، عن كل ما يسوء كن عفيفا، حافظ على الصحة كن نظيفا، حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح، إذا عطست فاحمدن الله، وشمتا من حمد الإله. بارك الله فيك، ممتاز ما شاء الله. السؤال لفريق البنين. طيب اقرأ من قوله: وزاء نات وحياء وارفقي. وذا أنات وحياء وارفقي، وكن أمينا وتواطع واصدقي، تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان، صن اللسان واحفظ الجوارح، أحب كل مسلم كن ناصحا، تقبل النصح من الثقات، وكن محافظا على الصلاة، ووقتك اشغله بالانتفاع، والمال فاحفظه عن الضياع. ما شاء الله، ممتاز، بارك الله فيك. السؤال الأخير مصعب ولا يا مصعب؟ طيب اقرأ من قوله: واحترم الكتاب والمعلمة. واحترم الكتاب والمعلمة، وأكرمن ما استقعت العلماء، أقبل وأنصتن للمحدث، وقدم الأكبر في التحدث، بالخير فانطقا وإلا فاصمتي، وقبل نقل خبر تثبتي، وقدما صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة، وأتبع الخطأ باعتداري، وأتبع الذنب بالاستغفار. بارك الله فيك، أحسنت ما شاء الله، الله يفتح عليك. معنا أرضيه وما سنتهين، جزاكم الله خيرا. كل وحاول دوري سينا ومعنا عد قولي ستي يعد صوب حضي دب أيا كدقان دونا إن شاء الله تعالى برامج كينا يا نور أوسي سعون دونا ولا ليال إلهي بأكون مهدساً سوكا يا كياني قري كم إذا قريه إيسا أنه واحد ربع إنان هل أرن إنكاش يا كيايو مساج كان دار العلوم ما أنت أم كنتو كان إنو كم إذا مساجد أقوى وين مقالة دا دادكي أقوه الرئيي أو صغر ميشان أو كنيسة دو سنبيا كتاك تاقيهين أيان كم إذا وحان دوكسي كدغا هي دار القلم لبدا قلم بان كدغا هي ماركا انركي كنيسدان او فورسيل اي كو قرانت هي اي اسكول كان اي غوريا مساجد كو دغن دولكاس او فورسيل اي كو قرانت هي بان وحان ني ميشان وين الله سبحانه وتعالى لو عابده
dugsigii aan dhigahayay labada gelin waxaan uga soo tegey oo aan booskii u soo baneeyey meeshaanin sanabyadu maanta ay ka taagan yihiin karoosku ka taagan yahay inaan u beddelno masaajid ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudayo takbiir 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 walaalayaal walaalihii juhdiga ku bixiyey maantay qaarna waa maqan yihiin qaarna waa joogaan walaalo kale oo ka sii dadaal badan dadkii founderiska ahaa baa maanta indhihiinnu ay qabanayaan oo soo saaray mirahan soo saaray aad iyo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin cid kasta oo ka qayb qaadatay cid kastaoo meeshaan maanta aan taaganahayna soo gaarsiisay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan waalidiinta iyo ilmaha macallimiinta iyo maamulka iyo guddiga intii naas oo saa isu garabsaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu ayiday ayay juhdigaana ku soo baxay tacaawanuu cala albirri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waataquu llaha ina allaha shadiidu lciqaab rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy tacaawanuu isku kaalmaysta cala albirri samihii isu kaalmaysta walaa tacaawanuu ha isu kaalmaysanina cala alithmi waalcudwaani dembigii iyo culaytanka ha isu kaalmaysanina markii wanaagga laysu kaalmaysto oo khayrka laysu kaalmaysto oo dhaqaalaha laysku darsado oo fikirka laysku darsado oo rabbi subxaanahu wa tacaala la kaashado ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa barakaynaya waxaan filayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo karamkiisa waxaa ka mida in ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey macallimiin u taagan had iyo jeer in ay soo saaraan arday aad u wanaagsan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahdiya haddaad tihiin reer daarulculuum ruuxa mu'minka ah waxa weeye waa sida matarka oo kale roobka oo kaleeta almataru waxa weeye meel walba uu ku dhaco uu ku da'a wuu anfacaa ruuxa mu'minkana waa sidaas oo kaleete meel walba uu joogo waa inuu anfacaa bulshadiisa iyo dadka uu ku dhex jiro uu la nool yahay marka waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkan faraha badan leh oo aad haysaan rabbi ha idiin barakeeyo subxaanahu wa tacaala nimco walbana waxay leedahay xasad ayay leedahay waa inaad ilaashataan nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyey dhammaan waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka waa inay isku xirnaadaan oo iska warqabaan fa jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Alhamdulillah, we have made it this far and finished our first semester of Islamic studies. It was an intensive summer, but one we'll truly treasure. Looking back, many of us here are walking away as different people from when we first entered this program in terms of our knowledge, our deen, and our salah. We had many experiences and memories all while learning about our beautiful deen. Both Ma'allima Zainab and Ma'allima Hafsa have taught us so much. From hadith to du'as to poems, our path to learning was eased. One of the many topics that was most beneficial to us was the importance of keeping good company. For example, we learned that the Prophet ﷺ said, a person is on the religion of his companions. Therefore, let every one of you carefully consider the company he keeps. Meaning,
Be careful who you become friends with. They can either take you on a good path or a bad path. Having good classmates that have become my friends now has helped me stay on the right track. Personally, we are grateful for the company we have here today. The bonds we built in class, all while remembering Allah subhanahu wa ta'ala, is unreplaceable. We would like to give thanks to everyone that took part of this summer program, especially our knowledgeable teachers who are on their own paths of learning, teaching us how far we have left to go. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala aid us on this path to learning and make us better Muslims that give back to our community. Jazakumullah. Thank you, Jazakumullah wa khair. And gabagabadi ayaan marayna, waxaan u caayaa brother Mursal, macallimiintii juhdigan geystay, qaasatan macadka, inuu thank you dhaho, kadibna ardaydana uu u raacsiiyo shahaadooyinka inuu guddoonsiiyo. Barnaamijkan aad arkaysaan, ardaydan isku daba ridan, ardaydan isla socota, waxaa ka shaqeeyey laba gabdhood oo khayr Allah siiye. Maanta ammaan badan naga mudan, annaga haddaan nahay waaridiin, maamul masaajid, iyo macallimiintii hore uu sheekhu uu sheego yiri retire bay noqdeen oo waa in la qariyo kulligeen inaan ammaano weeye gabdhahaas khayr Allah siiya. Macallimada la yiraahdo Zainab Cali Geele oo sheekh caana uu dhalay khayr Allah siiyo, famil waxay ka timid maasha allah kolley ducaadda iyo dadka dacwada ku jira weliba East Africa aad baa looga yaqaanaa. Marka reer barakaysan, ilaahay ha barakeeyo, iyo macallimada kaloo Xafso. Waa laba gabdhood oo khayr Allah siiya Maraykan ku dhashay, Maraykan wax ku bartay, arday ah, haddana aad arkaysaan dhalinyaradaas maanta tartamaysa soo saaray. Wax lagu farxa weeye masaajidda iyo maraakiista aan lacagta ku bixinay, maanta inaan aragno ardaydeennii iyo caruurteennii oo soo saaray ardaydeennii kale, waa wax aad loogu farxo oo Ilaahay loogu mahadiyo weeye. Sideeduna nimcada haddaad ku mahadnaqin ood ammaanteeda aadan bixinin oo Ilaahay ugu mahadnaqinin, ma helaysid in lagu joogteeyo, lagu ziyaadiyo. Haddaad rabto nimcada inay kuu kororto oo kuu ziyaado, waa inaad ku mahadnaqdaa. Markaas gabdhahaas dhammaanteen waxay naga mudan yihiin ammaan gooniya in loo duceeyo. Waa gabdho yaryara, Ilaahay inuu ku xifdiyo diintaas. Waa arday oo waxbay bartaan oo Sheekh Waliid bay arday u yihiin oo ayaga laftirkooda wax barta, in waxbarashadooda Ilaahay ku sugo. Gabdhuhu fiqigay bareen, ardaydaana aragteen oo fiqigii salaaday iyo waxay soo bareen maxal dhihi jiray tahaaradii, waxay bareen kitaabkii aad arkayseen oo ammaanta lahaayo sheekhu laftirkiisa uu ku farxayo sheekha ardaydiisii uu qoray. Marka insha allahu tacaala waa soo gabagabaynaynaa. Waxaan u yeeraynaa ustaada Zainab Geele oo shahaadadan iyo barnaamijkan la siinayo. Ilaahay subxaana watacaala ha ku barakeeyo, ilaahay ha kugu xifdiyo, ilaahay subxaana watacaala khayrkaas iyo ardaydaas aad soo saartay ilaahay subxaana watacaala ha kugu barakeeyo. Macallimada kale Xafsa Mahdi, raallahaal, khayr Allah siiyo, maasha allah aad bay u mahadsan yihiin, ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo. Macallin Qaasim, qaybti kale miya hingaadi miya? Qaybti hingaada ayagana waxaan siinaynaa shahaadooyinkii si yaroo degdega insha allahu tacaala. Asma Cabdi baa ugu horeysa. Haye, magac haddaan akhriyo hore usoo soco insha allahu tacaala, saan u fududaysano. Axmed Cabdi, if I call your name, please come forward. Masha allah, jazakallah khayran. Yes. Nujum Yasin, Mubarak Ahmed, Sudeis Ahmed, Ahmed Guro, magacaaga hadaan qaldan raallaho. If I misspell or mispronounce your name, please let me know. Ahmed Khalid Guro, عبد الرحمن أحمد، محمد عبدي، حاشمي أنت مس حنشي، إسماعيل حنشي، موسى حنشي، معنى إسماعيل، موسى ناو. If you hear your name, please
Yeah. Sundus, magacaaga aad ma qashoro soo bax. Sundus Jaamac. Maymun Aadan. Aakifa Ahmed. Aisha Ali. Bushra Shire. Maan dad kala haramiya. Imran Ahmed. Abdi Magaa. Bushra Abdi. Bishara Abdi. Afwan. Ridwan Guro. Man. Yahya Yasin. Aw Yahya Yasin. قفكم مقعد اسمه دي بسمعنا يحي سمعني عبد العزيز جامع إجلال عبدي محمد عبدي نكان معي عبد العزيز جامع وكنا مقعد إجلال محمد عبدي نور الدين توكو مسحنا معنا عائشة عبدي معلم مي يرن هداي نكسر عليه حمزة عبدي عمار أحمد هاكنا حمزة عمار عبد الرحمن احمد عمار ما عليك انت سني هنا نجعله ما ان شاء الله الهي سبحانه وتعالى احمد عبدي الهي بركيه احمد وكنا هنا بركيه فاطمه جامع احلام عبدي سميه محمد فلسن محمد سميمية أبت سميمية أي فلسن أو محمد سهام إساق أسمى ياسين مقعادر سهام مية ما شاء الله فلسن أو إكران ياسين رويدة قرو خالد أحمد كم هير مقعادر رويدة مية مكنا عدنا مقعا ورسي نيم اقرأ ياسين ما شاء الله خالد أحمد أو نيمو ما هنا ده هاي كنا أيمن أو ان الى سبحانه وتعالى هبركيه عرورتاس ان هاي مقعدر ايمن هاي كل محاي دي هري مرك هاي so inshallah I just want to share a 1 30-second reflection around the Ma'ad that started about 2 months ago. I remember the brothers, also the young sisters, their first day of sort of registration where they were getting registered, and their first day of the Ma'ad where everybody was nervous, didn't know what this was about, everybody was running around, it was extremely hot, we didn't have AC that time, but alhamdulillah, we made it. All right. Inshallah, if you're in the back, hala muso. And it was really exciting. But alhamdulillah, now it is very clear that you guys learned a lot. You memorized a poem. You learned a lot.
You also establish relationship with classmates. You also establish relationships with your teachers. First of all, you have to make a lot of dua for your teachers. They put a lot of time and energy day and night, making sure to give you guys the best lessons, to create a strong curriculum for you guys to learn. But inshallah, today, not only are you going to say alhamdulillah that you completed this course, but you're going to make dua for your teachers and also for your parents, because they took a big role in this. And there is more to come. So with that, inshallah, we're going to start the certificates for the students who have completed this ma'ad, inshallah, the summer. So with that, we'll start with the first student, which is, can I get a drum roll? Do you guys think is it a boy or a girl? Okay. It's a boy, and his name is Abdurrahman Abdi. Say mashallah. Say mashallah. Congratulations. MashaAllah. All right. The next student, is that a girl or a boy? Are you sure? Okay. All right. The next student is Abdurrahman Sharif. Say mashaAllah. There you go. Congratulations. All right. Next student, is that a boy or a girl? Are you sure? Yeah. All right, the next student that completed this course is Aliyah. Oh, you guys got it wrong, mashallah. Congratulations, and here's your gift. Say mashallah. Interstack, yep, one picture. All right, next student, is it a girl or a boy? All right, the next student is Amira. Is it Amira Firdos? Fido, my bad. Amira Fido, inshallah. What are we going to say? Say congratulations. You made it. All right, mashallah. All right. All right, so you're going to go right there? Hold it, go up a little bit. All right, next student. Is that a girl or a boy? Are you got boy or a girl? Okay, it's a girl. Her name is Ajwa Abdi, inshallah. Mashallah. What are we going to say? All right. Okay, congratulations. Should we say hi? We made it. Mashallah, congratulations. All right, next student, is that a girl or a boy? All right, so it's actually, it's a girl. Her name is Balqis. MashaAllah. Good job, Balqis. All right, is that a boy or a girl? Next student. All right, the next student, it's Bashir Gure. What are we going to say? MashaAllah. Congratulations, MashaAllah. Take a picture with Malika. All right, is that a girl or a boy? All right, next student is Farhia Shire. Farhia, here you go. You know, these beautiful cards, their teachers wrote amazing notes for them. So make sure you read those notes, inshallah. All right, so the next student, is it a girl or a boy? It's a girl, man. You guys got it wrong again. Hibaq Mahmoud. What are we going to say? No, we don't say stop, but we say mashallah. All right, next student, is that a girl or a boy?
Man, you guys are getting it wrong all the time. It's a girl. Her name is Isra. MashaAllah. Congratulations. What are we going to say? Man, you guys are not, you guys are supposed to be energetic. This is a milestone for them. They just finished a big course. Alhamdulillah. Next student, is that a girl or a boy? Jamal Hashi. MashaAllah, Sheikh Jamal, MashaAllah. Jamal. MashaAllah. All right, girl or a boy? All right, next student is Muhammad Fido. Wow, say, takbir, say. You have to say Allahu Akbar, subhanAllah. Say Allahu Akbar. Okay, Muhammad right here. All right. Next student, is that a girl or a boy? Yes, you guys finally got it right. His name is Muhammad Abdikareem. Muhammad Abdikareem, is he with us? Yes. Uh-oh, he's running for his prize, man. You're almost about to. All right, what were we going to say? MashaAllah. All right, next student. Is that a girl or a boy? Yes, you guys got it right. Muhammad Mahmoud. Muhammad, MashaAllah. All right, next student. Girl or a boy? No, it's a boy, MashaAllah. Mus'ab. MashaAllah. Sheikh Mus'ab. Arkhari, MashaAllah. Congratulations. All right. Next student, girl or a boy? Man, you guys are always getting it wrong. Her name is Khadra. MashaAllah. Who wants to be a part of this Ma'ad next summer? Raise your hand. Wow. Okay, so make sure you tell your parents, inshallah. All right, next student, girl or a boy? It's a girl. Her name is Khamar Muhammad. MashaAllah. The youngest. MashaAllah. All right. Next, is it a girl or a boy? I can't hear. Is it a boy or a girl? All right. Next student is a girl. Her name is Rahma Yahya. Say MashaAllah. Not astaghfirullah. Say MashaAllah. Congratulations. All right. Next student. Girl or a boy? Rayan. Rayan. It's a girl. Her name is Rayan. MashaAllah. All right, can I get a drum roll for the next one? Drum roll. All right, boy or girl? All right, Ridwan Yahya. Ridwan Yahya. Oh, my bad. MashaAllah. It's a girl, it's a girl, it's a girl. There is a girl named Ridwan and a boy named Ridwan. All right, next student, Rauda. Congratulations. Say MashaAllah. Congratulations. Sabir Saeed. I need everybody to say Allahu Akbar when I say Takbir. Takbir. Sabir, right there. He's the youngest boy, MashaAllah. Next, boy or a girl? Did you guys give up? I think you guys gave up. I don't even hear what you guys are saying. It's a girl. Her name is Sahra. MashaAllah. Sahra, congratulations. MashaAllah. All right. Next student, boy or girl? I can't hear you. All right. Salma is a girl. Salma Aden. All right, MashaAllah, get the certificate. There you go, MashaAllah. Next student, boy or a girl?
Siham Hashi. It's a girl, mashallah. Siham, mashallah. Next student, Sumayya Hussein. Wow, mashallah. All right, next student. I was told to hurry. So next student is Sahur. MashaAllah. All right, next student, Thabit Muhammad. Sheikh Thabit Muhammad, MashaAllah. All right, next student, Yahya Yare. Where is he, man? MashaAllah, the champ. MashaAllah. One of the youngest also, mashallah. Congratulations. You're not young. He said he's not young. Mashallah. You're no. All right, can I get a drum roll? It's the last person. Can I get a drum roll? Come on, you guys don't know how to do a drum roll? Come on, I want to hear it. Can you guys guess the name? Okay, mashallah. The next student is Sheikh Zakaria, mashallah. All right. Everybody, takbir, say Allahu Akbar. Takbir. 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 All right, let's. All right, so we have four students, and these are the students. Oh, there are a total of seven students. They are considered, mashallah, the excellence. They have reached some of the most, mashallah. So this, their certificate is called the Academic Excellence Award. These students are being recognized today for excelling in their studies during the duration of the program. There are four students, and their name, the first one is Khadra Ismail. MashaAllah. The next student is that a boy or a girl? Okay, so they got to first take a picture. These students achieved the highest in their learning. They were among the students that did very well in this program. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. So the next student is Zakaria Yahya. MashaAllah. The next student is Farhiya Shere. MashaAllah, Farhiya Shere. All right, the next student is the last student for the Academic Excellency Award. Who is the, is it a boy or a girl, the last person? MashaAllah, it's Yahya Sharif. MashaAllah. Congratulations. MashaAllah. One of the youngest in the program and he received excellency in the academics. MashaAllah. The next award is for Progress and Personal Growth Award. This individual worked hard in the program, throughout the whole program, have reached personal growth within this program, and they also are going to be receiving awards. And the first person, can I get a drum roll? MashaAllah, the first person is Sahra Abdi. MashaAllah. And then, the last person. I want you guys to guess, is that a boy or a girl? MashaAllah. Are you guys sure, is it a boy? MashaAllah. The next, it is a boy. His name is Muhammad Abdikareem. Oh, inshallah. Personal growth, mashallah. All right, so now is the most fun. Inshallah, without the hard working of their teachers, their parents, we want everybody to say with me, say, Jazakallahu khayran, your teachers, and you, okay? You guys are going to repeat this after me. Say, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and give you whatever you want.
here and in the hereafter.